خشي يا سلوى، سلمي على خالتك ام محمود وقدمي لها الشربات. ازيك يا طنط؟ اتفضلي. اهلا بيكي يا حبيبتي. وحيد ازيك؟ الحمد لله. اتفضلي يا لبنى. ميرسي. شفتي يا لبنى، عمري ما كنت اتخيل اني ادخل ماسكه سنيه الشربات. مبروك يا سلوى. الله يبارك فيكي يا حبيبتي. ميرسي. راحه فين؟ راحه فين يا عروسه ابني؟ تعالي جنب حماتك يا قمر. حاضر يا طنط، حاضر. الصلاه على النبي، الصلاه على النبي. الطعامة والحلاوة دي ربنا يخليك يا طنط. قمر ما شاء الله عليك يا اختي، يا اختي على كسوفك وعلى الروج ده. ايه مش تقيل ده؟ انت محددة فوق شفايفك بقد ايه؟ 10 سنتي؟ وخدودك انت شادة وشك ناحية قفاكي زي ما بيعملوا ولا ايه؟ ما الواحدة من دول تدخل الصالون ومعاها كتالوج تقول عايزة مناخير هيفا وهبة، عينين نانسي عجرب، شفايف سعاد حسني، وتطلع الواحدة امها نفسها ما تعرفهاش. جرى ايه يا ست ام محمود؟ مالك سخنانة على البيت كده؟ يا اختي حبة حبة، بنتي جمالها طبيعي. 8:30 إلا 5. اتأخرت أوي. أنا هقوم. أنا مش عاوزة أعطلك. رشا، أنا هجيلك تاني. لازم أخرجك من المود اللي أنت فيه ده. اضحكي للدنيا تضحكلك. يلا اضحكي. مرسي قوي يا استاذ عباس. الو، ايه يا نهار اسود؟ في ايه يا رشا؟ عمتي، عمتي في المستشفى. في ايه؟ بيه؟ لا يا حبيبي، لا، احنا هنا بقى والله في حارة فقرا، ما عندناش بهوات. طب ما تشطر على اداك كلمة ورجع فيها تاني، انت مالك بس في ايه؟ لطفي بيه ده راجل ما فيش منه، حط مهره وفلوسه وشال اللي هو عاوزه، في ايه؟ هو سواد وغل جوانا وبس. استشوقي، في ايه يا استشوقي؟ انت محمول قوي كده ليه؟ كان عينك المحامي بتاعه؟ ما هو ما يصحش الناس بتقرا الفاتحة فوق وتقول ربنا يهتمم بخير، وتيجي انت والناس اللي معاك دي عايزين تعملوا حوار وتضلموها، ما يصحش. اضلمها نورها براحتي يا استاذ شوقي. انا معلم خميس. الله، ارسل الشر يا معلم خميس. مفيش حد في العيله بتاعتنا بيعمل العمايل دي بصراحه. قول له، قول له يا معلم سلطان. حاضر يا اخويا، هقول له. الساعه بقت 9 وسلوت في لسه ما شرفش. يكون غير رأي ولا حاجة؟ لا غير رأي ايه ده، كلام برضه عم فرج الله. هو بس تلاقيه اتعطل في المواصلات شوية، بس جاي جاي يعني جاي. ليه يا فرج الله؟ مالك مشروع قوي كده ليه؟ زعلان عشان اتأخر؟ بقول لك ده مليونير، مليونير، يعني تقعد تستناه 10 سنين مش ساعة ولا 5. طب عليا النعمة لا أقطعه، هقطعه حتت بس يعدي من الحارة. ايه ده؟ مين اللي بيزعق ده؟ ده الواد خميس ابن سلطان الجزار. الزار والله أعلم، الواد ده مش ناوي يجيبها لبره. سيبك منه، ده اتبقى على الفاضي. ده شافني وانا راجع بالليل شبط فيا وقعد يقول لي انا هتجوز سلوى ولازم هتجوزها غصب عنك، وقعد يقول كلام فارغ كده ومش مظبوط. ما هو ده من البلاوي اللي بيتعاطوها. عموما هنزله، الواد ده بيترعب مني قوي.